لحظة فقط تفضل. ثم يقول يعني طبعا على فكرة يعني هذه الآية حرفوها أو دعوا فيها التحريف. جميل. إنما أنت منذر وعلي لكل قوم هاد. أعوذ بالله. عبث. إنما أنت منذر وعلي لكل قوم هاد والعياذ بالله. طيب لو فرضنا الآن كيف يكون علي لكل قوم هاد؟ هذا يؤكد رواية أخرى أن عليا كان مع إبراهيم وكان مع موسى وكان مع عيسى وكان مع يونس وكان مع نوح وكان مع آدم وكان 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 وهو أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. علي لكل قوم هاد. تصور أنت عندما تقول بارك الله فيك إنما يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد إنما أنت منذر، أنت فقط منذر، الهادي من؟ الهادي علي. من الأفضل؟ علي. علي. فقدموا عليا على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. مصيبة. ناس تعبث بكتاب الله تبارك وتعالى، بل تعبث بدين الناس، تعبث بعقائدهم، تريد أن تصل معهم إلى الشرك. أنت يا محمد منذر، من الهادي؟ علي. علي لكل قوم هاد وليس محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من المبعوث للعالمين؟ علي وليس محمد. هذا إذا قلنا لكل قوم السابق واللاحق، إذن حتى اللاحقين كان علي معهم. إذن علي موجود قبل الخلق. أنوارا خمسة تدور حول العرش قبل أن يخلق الله الخلق، وكان مع سليمان وداود وأيوب ويوسف وهكذا. يعني نفس الطعن في حديث أنا مدينة العلم وعلي باب. بالضبط تماما. خلاصة الكلام دائما قلت الوقت قد شارف على الانتهاء. يعني هذه الآن مرت بنا 10 آيات استدل بها أو 11 آية استدل بها على خلافة علي، لا يدل شيء منها على هذا أبدا على الأقل من وجهة نظري، والمشاهدون نترك لهم حرية الاختيار طيب واتخاذ القرار. ظاهر القرآن لا يدل أبدا مطلقا. إلى الآن 11 آية من 50 لا تدل، لننظر في الباقي إن شاء الله تعالى. يعني إذن لا يصح، لا يحق لهم أن يحتجوا بالأحاديث لأن بحثنا الآن قرآني في القرآن. نعم. ولا توجد إلى الآن 11 آية ولا واحدة نص في علي أبدا. بقي لنا 39 آية. شوف نعم. بإذن الله نستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكر الله لك شيخ الحبيب. شكرا شكرا. نسأل الله أن يرفع قدرك ويعلي ذكرك في الدارين. كذلك أنتم مشاهدين أشكركم على طيب المتابعة ودعواتنا الخالصة للشيعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا. شكر الله لكم جميعا. نلقاكم في الحلقة في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.